السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورشتنا اليوم من سلسلة أصوات القلب، حنحكي على الصوت الأول والصوت الثاني والصوت الثالث والصوت الرابع. تقديم الأستاذ الدكتور حكيم مشاكل حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، تمريض البالغ، فرع تمريض البالغين. إنه هذا يمكن كان بهرد إنه in all area of auscultation، يمكن انه نسمع النورمال بمنطقة عندنا الأورتيك، منطقة البولميناري، منطقة الميترم، منطقة التتراكاسبيد، وهذه ينتج من نتيجة انغلاق عندنا كلوجر اوف ذا هارت فالف، فينتج لنا عندنا صوت اللي هو لوب دوب لوب دوب اللي هو الاس 1 والاس 2. الاس 1 يصير مرحله السيستوليك، منتج من نتيجه انغلاق كلوزنج اوف اتريو فنتركال فالف الميترال والتراكاسبيد فالف، والاس 2 يصير مرحله الدستوليك، ينتج من انغلاق السيميليون. طبعاً هنا وصلنا إلى البيسيك أوف سكند هارت ساوند. During expiration second heart sound is usually single، يعني يمكن إنه ينجم يسمع كسنجل، يسمع دوب. During inspiration فالسكند هارت ساوند اللي هو يتكون طبعا يتكون من تو كومباوند ساوند، الاورتيك فالف ينسد بسرعه اسرع من البولميناري فالف. ليش؟ لان احنا بالطبيعي احنا طبعا الاورتيك فالف يكون الضغط مالته هو اعلى من البولميناري، فاللي يصير بقى هنا نورمالي هنا الاورتيك هو ينسد قبل اسرع من البولميناري. ديورينج اكسبيريشن يمكن انه نسمعها كصوت واحد اللي هو دوب. During inspiration فشنو حينفى اصلا، يعني انه الورتك ينسمع اول وبعدين براها ياخذ فترة وينسمع بالبولميناري. ليش هذه تصير الحالة؟ لانه خلال during for the inspiration اللي حيصير انه قيما واحد يسوي inspiration حيقل الضغط degrees بالنيتراثيروسك بريشر، فنتيجة لهذا ايش حيصير؟ حيزداد الدم الراجع to the vincreas venous returning to the right side of the heart، وبالتالي طبعا هذا وين حيروح؟ عن طريق الانفيريا فينا كيفا والسوبر فينا كيفا، لان الضغط هناك اعلى يصير من الضغط من التجويف الصدري، فحيروح تزداد كمية الدم اللي تروح الى القلب. يعني وبالتالي تعرفون الانفيريا فينا كيفا اللي هم اكبر وريدين بالجسم، فوين يوصلون؟ يوصلون للرايت اتريوم، فهنا الدم اللي دا يوصل للرايت اتريوم حيعبر التراكاسد، وين حيوصل؟ حيوصل للرايت فنتريكل، يعني حصير كميات كبيره من الدم، فهنا حينضخ عن طريق البولميناري للرئه، فهنا يمن تجمع كميات كبيره من الدم بالرايت فنتريكل حتى ينضغ، فهنا بالرايت فنتركل حياخذ وقت هوايه حتى يدفع الدم للرئه، فلهذا السبب انه حيتاخر البولميناري فالف بالكلوجر، فيصير longer to close than the aortic.
ارتفال ساوند يسمى ايضا فنتركا قالب اور دورات يسمى البروتو دايستوليك قالب. طبعا الاس 3 دورات انه يعتقد انه ناتج to be caused by isolation of the blood bag and forth between the walls of the ventricle. ينتج من نتيجة ذبذبات الدم اللي تروح وتيجي خلال عندنا الجدار البطينين، اللي هاي من نتيجة شنو؟ ان اللي يبدأ initiated by the inflow of the blood from the arteria من الدم المتدفق من الأذينين. It may also be a result of tensing of the chorea tendons. يمكن قد يكون أيضا نتيجة لتوتر الأوتاد الوتدية during rapid filling and expansion of the ventricle والتوسع السريع للبطين، حتى أنه يسمى الـ S3 بالامتلاء السريع rapid filling، لأنه شنو؟ هنا يمن يفتح الصمامات الأتريو فنتريكال الميترال والترايكاسبيد رأسا ينزل الدم للبطينين، فهذا الامتلاء بفعل الجاذبية، فهذا الامتلاء السريع شعيت ولدنا حتولدنا اهتزازات، هاي الاهتزازات هي تسمى الاسثري، وهذه طبعا احنا هاي الاهتزازات هي موجودة عند اي واحد من عندنا، بس بالحالات المرضية لا تضخم. هسه نحكي على الحالات المرضية. فإذا هو الاس 3 هو يمكن ان نعتبره rapid filling and expansion of the ventricle. طبعا الاس 3 حينتج لنا this produce rhythm classical compared to the condense of the word Kentucky with the final soluble CKY representing S3. يعني هنا يمكن ان ينتج ايقاعا كلاسيكيا مقارنة بايقاع كلمة كنتاكي مع المقطع الاخير، فهنا عندنا كنتاكي كنتاكي يمكن انه ينتج هذا الايقاع، هذا الايقاع موجود بالكتب كنتاكي كنتاكي حتى ما تنسوها. فالاس 3 ويمثل سي كي واي اللي ما تعرفون انه في نهاية بالدايس مرحلة الدايستوليك حتنفتح عندنا الصمامات الاتريو فنتركال بالف الميترا بالف والترايكاسبيد بالف، فهنا يندفع الدم من الليفت اتريوم الى الرايت اتريوم بفعل الجاذبية الى الليفت فنتركال والرايت فنتركال. لكن طبعا مع انه يندفع الدم من الاثريوم للفنتركل راسا اول ما تنفتح هذه الصمامات، لكن تبقى كميه من الدم قليله موجوده بالليفت اثريوم والرايت اثريوم في نهايه الانقباض، في نهايه الدايستوليك حينقبض الاذينين الليفت اثريوم والرايت اثريوم، فيندفع
وتبقى هاي الكمية الباقية القليلة اللي هي 20% الباقية باللفت والرايت ترفعها بنهاية الانقباض بنهاية الدايستوليك، لما تنقبض الأذنين حتندفع هاي الكمية إلى البطينين، إلى اللفت فنتركل والرايت فنتركل، فتنضاف للكمية الموجودة بيهم من الدم، فحتحدث هاي من تندفع حتحدث حتنطرم بجدار بالوول اوف ذا فنتريكل، فحيتحدث ذبذبات تؤدي الى ظهور الصوت الرابع اللي هو الاس 4. فالاس 4 اذا هو يمثل الرشفه الاخيره من الدم، اي في انه في نهايه الدايستوليك حينقبض عندنا الأذينين الليفت أتريوم والرايت أتريوم، فتندفع هاي الكمية اللي هي 20% اللي بقت من الدم، فتندفع إلى الليفت فنتركل والرايت فنتركل وينطمر، فحتحد فهاي حتن تنطمر او انه بجدار البطينين، فيحدث الصوت الرابع اللي هو نسميه عندنا البريسيستوليك او انه الرشفه الاخيره. طبعا بالكتب يشوفون انه الاس 4 يعبر عنه بالاي ستيف وول. الاي شنو تعني هذا الايقاع؟ الاي يعني الاس 4 والستيف اللي هو عندنا الاس 1 والوول اللي هي الاس 2. هذا يمكن انه يحكي لنا عن as well as the pathological of the pathology of the S4 sound، ويمكن ايضا انه يسمى باسم اخر اللي هو الاتريا جالوب او البري سيستوليك جالوب because of it is occurring late in the heart cycle. طبعا ال S3 وال S4 المفروض انهم يكونون موجودين بكل الاشخاص، لكن احنا ما نسمع بالاشخاص الطبيعيين اللي انه عندهم healthy heart، ما عندهم هذه الاهتزازات، ما عندهم هاي الكمية المحصورة من الدم. فال S3 يمكن انه سمعه كفيزيولوجيكال بعض الأشخاص، هسه حنحكي عليه شنو الحالات، وأما الأسبور فهو يسمع بالحالات المرضية. هسه قبل ما نحكي احنا على الفرق بين الأس 3 والأسبور، عندنا نسمعكم صوت الأس 4. طبعا هسه احنا حنسمع الأس 4. انه تضخم القلب اكو حالتين، اكو حاله انه يتوسع هذا التضخم يصير مثل هذا يعني يتوسع للخارج، واكو دورات يصير تضخم يتوسع
يتوسع القلب إلى الداخل. فهناني من يتوسع القلب يعني يضخم القلب للخارج حيتمدد، حيصير بي يعني يزداد الدم اللي بداخله، لأن تزداد ضعف مساحته. في حين إذا توسع إلى الداخل حيصير عندنا ستيفينيس، فحتقل مساحته. ضعف هنا كل ما توسع هذا إلى الخارج ازداد الاس 3، وكل ما توسع القلب إلى الداخل ازداد سماع شنو الاس 4. وهسه نقول لكم شنو هي الحالات المرضيه اللي يصير بها الاس 3، شنو هي الحالات المرضيه اللي يصير بها الاس 4. طبعا هسه حنحكي على الفرق بين الاس 3 والاس 4. الاس 3 ينسمع باي حالات مرضيه انه تؤدي الى توسع عضله القلب الى الخارج، يعني ربد فيلينج يصير. في حين الاس 4 يصير باي حالات مرضيه يصير بها توسع عضله القلب الى الداخل، يصير بها ستيفينيس فايبروسيس. يعني هنا نقدر نقول عليه الاس 3 هو اوفرلود اوف ذا فلويد يصير بالجسم، وهنا يصير بريشر اوفرلود بالاس 4. هنا عندنا الايكوسينتريك هايبرتروفي يصير، هذه في حالة مثلا يمن الكلية، مشاكل الكلية تصير، فحيصير عندنا تجمع سوائل هواية بالجسم، فحيصير اوفرلود، حيتوسع القلب الى الخارج فينسمع به الاس 3. في حين هنا الاس 4 ايش حيصير؟ حيصير كونستركتنج هايبرتروفي. هاي في حالات مثلا في حاله الاورتيك ستينوسيس، فتعرفون انه عضله القلب لازم تبذل جهد هوايه حتى تدفع الدم عبر هذه الفتحه المتضيقه مالت الاورتيك. فنتيجه لهذا ايش حيسوي؟ حيسوي فايبروسيس، حيسوي بستليوفات حصير بالفنتريكال، فيصير شنو؟ يصير التوسع نحو الداخل. في حالة الهايبرتينشن، يعني إذا كان الهايبرتينشن سببه الكلية ومشاكلها، فحيصير توسع بعضلة القلب. في حين الهايبرتينشن هنا إذا كان سببه تصلب بالأوعية الدموية أو بالشرايين، يعني هنا بالهايبرتينشن حيسمع الاس 4. المايوكارديال انفاكشن، هنا المايوكارديال انفاكشن اذا سببت فايبروسيس فحينسمع بها الاس 4. هنا المايوكارديال انفاكشن دوره شو يسوي؟ يسوي دايليشن بعضله القلب، فبهاي الحاله انه حينسمع وياها الاس 3. دايليتد بالكارديومايوباثي اذا كان اعتلال عضله القلب يسبب التوسع فحينسمع به الاس 3. اذا كان الاعتلال يسبب ريستركتيف، يعني تقيد بعضله القلب، فحينسمع الاس 4. هنا طبعا بالاس 3 في حاله عندنا الميترا ريجايجريتيشن حينسمع به الاس 3، وفي حاله الفي اس دي الفنتركال سبت ديفكت ايضا ينسمع الاس 3، لانه يصير به حاله رابيد فيلن الامتلاء السريع. في حين هنا الاس 4 ينسمع في حاله انه اذا كان في حاله الاي اس الاورتيك ستينوسيس، وفي حاله الهايبرتروفي كارديومايوباثي يعني يصير تضخم في عضله القلب فينسمع الاس 4. يعني بصوره مختصره نقدر نقول الاس 3 باعوا هنا هذا الرسم يسبب توسع عضله القلب الى الخارج، الاس 4 ينسمع في الحالات اللي من يصير هذا التوسع يصير الى طبعا the sound of S3 and S4 يكون lower in pitch than the normal sound and the bass heard يسمع ويا البل of the stethoscope. وضعية عندنا left lateral position نخلي المريض،
وطبعا هاي الاماكن اللي احنا نسمعها. بس نذكركم هنا وورتيك اريا اللي هو بالسكن انتركوسفاس في تو ذا رايت، واكو البولميناري بالسكن انتركوسفاس في تو ذا ليفت، واكو التراكاسبيد بالفورث انتركوسفاس في تو ذا ليفت، واكو الميترال اريا بالفيث انتركوسفاس بيس. طبعا هنا الفورث هار ساوند از نيفر هيرد وذ اتريا فيبريليشن. السبب مالته لان ما يسمع بالاتريا فيبريليشن بارتجاف الاذينين. ليش؟ لانه الكونتراكشن اوف ذا اتريام از ان افكتيف ان ذيس كونديشن.